يعني هذا الازدحام شنو ذنب ابو اللور عمي اللي شنو ذنبه؟ شنو اللي مسويه ابو اللوري من صار هالعالم يومين بالسيطره مال التاج؟ شنو ذنبها؟ شنو ذنبها؟ الله اكبر عليكم. يعني ما تقولون ناس على باب الله صاحبين عوائل شلون راح تعيش؟ يعني ظل يومين بالسيطره، شنو ذنبه عمي؟ شوف الازدحام بعينك، شوف. الله اكبر عليكم، والله ظلام عم. افتحوا سونارات اثنين، صيروا مثل الغزاليه. الغزاليه ما بيها ثلاث سيارات، اربعه. ليش من دون السيطرات هيك مسوين بالعالم؟ ليش؟ الله اكبر عليكم، الله اكبر عليكم، ثم الله اكبر عليكم. عم الناس تعبت، الناس ملت. شويه خلوا عيونكم بعين الله، شويه خلوا عيونكم. يعني ما تقولون هاي الناس ايش تاكل؟ ايش تشرب؟ اللي يظل ثلاث ايام هنا ايش ياكل وايش يشرب؟ شنو ذنبه؟ شنو مسويه؟ تعال اطلع ابو الاسمنت، ابو الطابوق اطلع بدون سونار. ليش تخلون العالم تضرب؟ شوف ابو الطابوق يعني اكو واحد. الله اكبر، الله اكبر يا اخو، والله مللتونا. يعني شلون بالله نروح نسلب بالشارع؟ نروح نسلب؟ نروح نذبح؟ نروح نخلص؟ يعني الى متى نظل هيك احنا؟ الى متى؟ والله تعبنا وملينا، ما ظلت حتى اعصاب نحكي. شويه خلي عيونكم، شويه اقول لكم عالم على باب الله طايح، صاحبين عيال، صاحبين ايجار، صاحبين مصرف، جايه مدارس. الله اكبر، شوف الازدحام بعينكم. ليس هذا